مساء الخير، كيف حالكم؟ ايش الاخبار يا جماعه؟ كميه الاسئله اللي بتجينا على الشيء ده، اول شيء بقول لكم ما في حتى اي اسم يا جماعه. يعني شوف، يعني الحمد لله انا عندي العلبه، حصل لكم العلبه، بس اللي ابغى اقوله هتلاقوا زيه مره كثير. انا طلبته من امازون يو كي، موجود عندنا امازون هنا السعوديه، موجود في نون، موجود في، حتى قالوا لي في شيان. اللي حقول لك هو بس عشان تعرف اذا كيف كواليتي كويس. اول شيء هو في، انا نوع حقي 3 اضاءات، كان في نوع تاني 7 اضاءات، بعدين ونسون يلمس البشره في كذا فايبريتر يبدا يهز. طيب الاهم من كل ده، لما تشتري اي جهاز للوش اتاكد انه هو يتشحن. لو بطاريه عاديه لا تشتري، انا بقول لك لو بطاريات عاديه لا تشتري. يعني انا عندي دا يتشحن، هذا حق العين يتشحن. الوحيد اللي بطاريه عاديه بس يعني كيف اقول لكم، استخدامه مره لا يجلس، اللي هو ده حق نيرس جيمي، بس هذا مره يعتبر غالي عن الاشياء الباقيه. فلو حجيب براند ما هي غاليه من دي الاماكن نونو وغيره، اتاكد انه يتشحن. بطاريه لا تشتري، بس انه مره في انواع مره كثير. هي نفس الفكره، نفس فكره تشوفوا، نفس فكره القواشه كيف كذا ينسحب على الوش، بس الفرق انه في اضاءه، طبعا هو ستيل، بعدين في الفايبريتر. هذا اللون الازرق في حراره اللي هو EMS، اما ده لا. بس كده بوريكم دحين مع نص الوش كده، حتى ركزوا عند الشفايف هتلاقوا فجاه كده طلعت لفوق. كم مره تستخدميه في اليوم؟ تقدري مره، تقدري مرتين، زي ما انت تحبي. اعمل عليه حتى لو 10 مرات، مو بالدقائق. فين كيف يبدأ؟ فين؟ هو شايفين ولا أنا بس اللي بشوف؟ يبدأ وشك كله. ما أبغى أكتر هنا عشان عملت لي ريتاتش البوتوكس، وما أبغى أعمل مساج هنا. بس فعليا تشوفي نتيجة أول ما تعمليه، تحسي وشك كذا كله طبعا مع الاستخدام، ما راح تلاقي فرق. الحين أطلع لكم العلبة وأحط لكم أصولكم هي، بس أرجع أقول مو شرط نفس البراند. يعني ممكن ما تلاقي، أنا يعني لما جبتها كان عندي براند مرة كتير، اخترت هذه عشان وقتها ماني فاكرة اللي اخترتها، حتى قلت مرة جاية أبغى أجيب اللي فيها 7 إضاءات، بس أنا جبتها كتجربة لأنه المرحلة اللي بعدها أبغى أجيب في واحد تاني في مخي، بس التاني غالي شوية، فدائما أحب أجيب الأرخص أجرب بعدين أروح للأدفانس. أوريكم يا جماعة التاتو الأول، مو تاتو، ريموف الليزر اللي عملته. شوفوا يدوب، بس فضل احمرار خفيف حقيقي. جهاز رائع طبعا. زمان هنا كان عندي برضه، عملت لي فكرة، عملت لي جلسة هنا ولا كم، ما في خلاص. بدي شوفوا، فاللي عندها طبعا حواجب أول كانت كده طايرة، اللي عندها تاتو تبغى تشيله سواء كده في حواجبك أو أي مكان تاني، الجهاز رائع. بس ألمه مقارنة عند دكتورة لبنى، جهاز صاحباتي بيعملوا عنده، الألم مقارنة مع أجهزة تانية مرة مرة في فرق. بلس النتيجة مع الجهاز، أتوقع أن أنا أحتاج يمكن جلسة كمان، بس بستنى الحمار ده يروح، فما أعرف أسألها إذا دحين ينفع ولا يمكن بعد العيد، بس أحس جلسة كمان خلاص هيروح. جهاز البيكو هي يشيل التاتوات الأشياء، أي شيء ما تبغي يشيل لك.